ابراهيم عادل، التوازن، التوازن، وهل في رياضة في حياة ابراهيم عادل؟ هل بتوازن ازاي مع قناة 4 سنين دلوقتي تقريبا هي الاول على مستوى العالم، تقريبا 10 مليون سبسكرايبر، والدنيا مقلوبة عليك ورايح طليق، عملت وداخلين دلوقتي مع ما شاء الله أسامة في مشروع البرمجة الكبير الضخم اللي انتوا عاملينه، بتوازن ازاي حياتك؟ الشباب عايز يعرف ترتيب اولوياتك ازاي؟ والله انا بقى من ناحيه تانيه، يعني غير موضوع تنظيم الوقت ده نتكلم فيه بقى، تنظيم واداره الوقت ده بنتكلم فيه، انما الفيصل في الحته دي ازاي تعمل التوازن ده، خصوصا ان معظم الشغل بتاعي من البيت. هو انا بعامل البيت كانه شغل خارجي، اللي هو انا فعلا باخد دش وبلبس قبل ما انزل الشغل، حرفيا انا مش بهزر، انا باخد دش وبلبس قبل ما ابدا اشتغل، وبلبس لبس شغل، مش ببقى قاعد في البيت قاعد لبس بيت، لا، عندي من وقت الشغل، انا عندي الشغل بتاعي 6 ساعات متواصل، وحاجات متفرقه بقى لو انا عرفت اعمل حاجه بعملها، بس 6 ساعات فيهم تركيز، يعني ما بقطعهوش. 6 ساعات دول لو حد من اهلي كلمني في امر طارئ بخسره، طب لو ما كلمنيش في امر طارئ بيكلمني في امر تافه، هو خسرته اول ما اتكلم يعني. ودي انت بتبقى يعني، لو انت بتبقى ستريكت فيها في البدايه الناس بتزعل منك اول مره، وتاني مره اقول لك يا عم ايه الاوفر ده، وتالت مره اقول لك ما تبقاش حنبلي بقى يعني عادي يعني، رابع مره اقول لك خلاص هو بيجيب لنا مشاكل لما نتكلم في الوقت ده، طب ما هو هيخلص الوقت ده ويقعد معانا، خلاص بقى قول له اللي انت عايزه بعد كده. نعم في الوقت ده انا بقعد في الوقت ده بتاع شغلي فقط، اعمل الشغل بتاعي، اخلص ابقى راضي عن نفسي، بعرف ابسط اللي حواليا. لو انا مش راضي عن نفسي ما هم هيتنكدوا يعني، انا هبقى قاعد معاهم بنكد عليهم، اقول له يا عم قوم بقى، انت طلعت معاش، قوم بقى اشوف انت عامل حاجه اشتغلها عشان تنبسط، عشان نعرف حتى نعرف نتكلم معاك بس. فانت لو انت، وبالنسبه للرياضه يعني بقى الحمد لله بروح الجيم، مواظب على الجري. كانت فتره كده الحياه خدتني قوي واهملت الرياضه فتره، كان بدا وزني يزيد، حسيت ان طاقتي بدات تقل، حتى الافكار اللي بتجي لك بقى بتهرب بسرعه، قدرتك على الطاقه بتاعت العباده والحكايه دي بدات تبقى اقل. لما رجعت انتظمت تاني الحمد لله بقى الموضوع كله، هي عامل زي ايه، الدومينو افكت، كل حاجه بتجيب الحاجه اللي بعديها، بتلاقي الدنيا مشيت معاك كويس.